بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين متابعينا الكرام في كل مكان، تقبلوا تحياتي، تحيات المعلق الرياضي محمد الكوالين يحييكم. ولقات اليوم الثاني في الربع النهائي لبطولة كأس الرابطة المصرية في النسخة الثالثة لعام 2024. أحييكم من هنا من قاهرة المعز، وبالتحديد من ملعب استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر. وهذا اللقاء الكبير، لقاء يجمع السيراميكا كليوباترا أمام نادي سموحة السكندري. سيراميكا في هذه البطولة في الثلاث لقاءات الماضية سادة سجل 6 أهداف ودخل مرمى هدفين، أما سموحة السكندري سجل في هذه البطولة حتى الآن هدفين فقط لا غير، ودخل مرمى هدف وحيد. طبعا بنهني الاتحاد السكندري وطلاع الجيش على وصولهم وتأهلهم للمربع الذهبي. الاتحاد بالأمس والفوز على إنبي بهدفين مقابل لا شيء، وطلاع الجيش والفوز الصعب والصعب جدا على فريق الجونة 6-5 بضربات الجزاء الترجحية بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1. والآن أعزائي المشاهدين اللقاء الثالث في الربع النهائي لبطولة كأس الرابطة المصرية لعام 2024. باصل أمام ناحية محمد شكري، عرضية محاولة هجومية، استلام محمد التوني، دخل في الزحمة، عدى فادي التوني، عرضية ولكن فاقدام شريف رضا، لمسة متابعة خطيرة، التصويب ولكن سهلة في أحضان الحارس الأمين الكبير المقدرم وهو الهاني سليمان. باصة لمحمد عادل أمامية، صديق أجولة مع كرة أجولة، لما كرة عدى أجولة المهارة هوبا التصويبة حلوة، الله الله، ولكن تعدي يا دوب بجوار القائم الأيسر للهاني سليمان. بص الاستلام واللمة الحلوة والتصويبة شكلها حلو بقدم المخضرم محمد التوني ومحمود حليمو لذئاب الجبل نادي المقاولين على سبيل الإعارة، هم دول ابرز صفقات سواء اللي انضمت او رحلت. لمسه اجوله، باصه بينيه، المهاره، هوبا التسويب، الهدف الاول، جول جول، الهدف الاول هو 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 الخطير الرهيب الهداف القناص سوبر ستار احمد ياسر ريان، يحطها جميله جميله على الشمال الهاني سليمان عشان سيراميكا كليوباترا يقول كلمته بدري بدري ويتقدم بهدف اول في الدقيقه 9 من عمر الشوط الاول. جمله وتحركات متميزه وخطوط متقاربه وشخصيه موجوده في اداء سيراميكا في ارضيه الملعب ولما لا، وعندهم مدرب كبير اسمه يا ساده ايمن الرمادي. هذه العاده مره ثانيه، هذه اجوله، هذه اجوله، والباصه السحريه الجميله من احمد كندوسي والساند اب، وعلى طول ركنه حلوه بقدم احمد ياسر ريان عشان يعملها ويسجل هدف التقدم للسيراميكا، وهدف تاني لاحمد ياسر ريان في كاس الرابطه المصريه في هذا العام في عام 2024. 1 سيراميكا لا شيء نادي سموحه سكندري. هدف في الدقيقه 9 من زمن الشوط الاول، والهدف الثاني لياسر ريان في هذه البطوله في اقدام ياسر ريان. هجوم معاكس سريع المهاري لحسن دحدوه، عدى وفات وبص حلوه في خطوره غير عاديه، فادي فريد منتهى الخطوره، عدى فات هوبا تصويبه والصد والهدف، ولكن يا الله من على خط المرمى، من على خط المرمى محمد بسام يتألق ويمنع هدف التعادل. بص الهجمة السريعة، بص الانطلاقة الغير عادية لحسن دحدوح على الشمال، روعة لفادي فريد، لما حلو وعدى حلو وتصويبة وصد على مرتين من محمد بسام. في الأولى تصدي البسام وجت في أحد لاعبي سيراميكا وتترد، ولكن حظك حلو يا بسام يمسكها من على خط المرمى، هجمة في منطقة الخطورة، دي الهجمة الأولى الوحيدة الخطيرة لسموح حتى الآن طوال الشوط الأول. ركنية لفريق سيراميكا، كندوسي عالية راسية خطيرة جدا، والهدف جوا جول
جوه جول، الهدف الثاني، الهدف الثاني للسيراميكا، هدف زي تيب، هدف زي تيب براسيه ذهبيه لشريف رضا الباك اليمين والكابتنه لسموحه السكندري يسجل هدف ذاتي في مرماه، هدف قاتل، هدف غير عادي بالنسبه لسيراميكا كليوباترا. ركنيه جميله بعرضيه حلوه 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 بقدم احمد كندوسي وعلى طول راسيه من شريف رضا الباك اليمين يسجل هدف في مرمى، هدف بنران صديق. ادي العاده مره ثانيه، ادي العاده مره ثانيه، الراسيه الاولى من حمدي علاء ثم الراسيه الثانيه من شريف رضا عشان يعملوها تاني ويسجلوا هدف تاني في الدقيقه 30 من عمر اللقاء. هدف ذاتي براسيه الكابتانو شريف رضا، بقول لكم يا ساده في الدقيقه 30 من الزمن الشوط الاول. نادي سموحة اتنين لا شيء حتى في المباراة، قطع تصل لحسن السندة فدي فريق تصوبة حلوة ولكن تعدي يدوب في حكم الفار. ادي العادة مرة ثانية، القطع الحلو ثم لحسن والباصة البانية ثم التصوبة الجميلة ولكن تعدي يدوب بجوار القائم الايمن الحارس محمد بسام. ادي لحسن وبساطه وتحركاته الالتحام القوي من احمد رمضان بيكم، ادي الاحسن والتصويبه الجميله والدفاع من رجب نبيل والركنيه الان لصالح الموج الازرق. تصل ناحيه احمد خالد على اليمين حلوه ابو بكر اليادي، ماتش حلو وشوط اول حلو سريع في اداء الفريقين. فريد عدى فريد من الخطوره والتصويبه، فين يا فريد من رجب نبيل وحطها غير جيده في مرمى محمد بسام. هذا بيضيع لفريد سموحة في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول. لأحمد خالد كرة طولية دفاع أجولة محمد شكر، والآن حكم اللقاء الكابتن محمد العتباني بيصفر بنهاية الشوط الأول وتقدم سيراميكا كليوباترا على سموحة بهدفين مقابل لا شيء. الشوط الثاني هيبدأ الآن، سموحة أصبح على اليمين بالأزرق وسيراميكا صاحب الأرض أصبح الآن على شمال الشاشة بالزي العنابي النهاردة في هذا الشوط. شوط تاني إن شاء الله يكون شوط تاني على الأقل بنفس مستوى الشوط الأول. الشوط الأول شوفنا مستوى فني جيد محترم جمع لاعبي ونجوم طبعا الناديين. جا حوارة لفيفر أكيم، أحمد ياسر ريان، احمد كندوسي، تصوبة حلوة ولكن فين يا كندوسي في نص المرمى. ركنية بقدم احمد كندوسي وادي اجولة ومعاه اللاعب حمدي علاء. احمد كندوسي لسه كندوسي عالية راسية خطيرة تعدي مش ممكن يا الله في القائم القائم الايمن. ادي العادة مرة تانية، متع عينيك بعرضية حلوة، متع عينيك براسية ذهبية من مين؟ من اللاعب محمد التوني. محمد التوني هو صاحب الراسية الغير عادية والتألق الموجود للقائم الايمن. القائم الايمن دفاع بقوة من النجم احمد هاني الباك اليمين، مهارة عالية غير عادية من كدوس. مهارة ايه وقدرات ايه وفنيات ايه؟ قول زي ما انت عاوز تقول عن قدرات فنية رهيبة في اقدام النجم قدوسي. لمسة خطيرة، لمسة على طول محاولة ياسر ريان، تصل لاكيم، اكيم بلمسة حلوة والعرضية قوية والهدف جوه جول جوه جول، ولكن تسلم موجود، تسلم موجود على احمد بالحاج. شوط تاني في متعة وجمال واثارة. وضع على طول اكيم، وضع على طول عرضية حلوة بقدم احمد قدوسي والراية والصفارة والتسلل حمدي علاء. الساند على الارض حلوه، فادي فريد منطلق خطوره، فادي لسه مع الكره، فادي تصويبه يا الله قويه بسن الجزمه. وله دور كبير في فوز سيراميكا بكاس الرابطه المصريه في العام الماضي في عام 2023، وفي كلام ان هو مرشح ان هو ينضم لنادي الاهلي. تصويبه حلوه كربه جايه ولكن تعلى وطلعت فوق العارضه من لعيب سموحه تصل لحسام. ادي العاده مره ثانيه للتصوبة الحلوة اللي كانت بقدم حسام حسن وطلعت وعيلت فوق العارضة. تصوبة قربجية حلوة قوي من حسام حسن. حمدي كرة طولية حلوة،
حسام، حسام عاوز يعدوا حسام، عدوا حسام بسندب، محمد عصام تصويبه في الدفاع ترجع لوحيد، عرضيه قويه فاقدام محمد بسام خطيره جدا. هذه العاده مره ثانيه، عدوا حسام والسندب ثم المهاره من محمد عصام والمتابعه من وحيد وعرضيه، ولكن تالق لبسام. سموحه متاخر 0-2 تصويب في الحيطه، تعدي ولكن بره الملعب. على مقربه من تسجيل الهدف الاول في مرمى محمد بسام. ضغط كبير وسيطره واسترئيسه الحلوه في الهواء من محمد ابراهيم على السند على الشمال لشوكري لجون ابوكا. جون ابوكا عدى ابوكا وتصويبه صد حلوه، لمسه خطيره، يتاهل من الباب الكبير الى المربع الذهبي لكاس الرابطه بعد الفوز اليوم على سموحه بهدفين مقابل اشيب. هدف اول بقدم احمد ياسر ريان في الدقيقه 9، هدف ثاني عكسي براسيه ذهبيه لشريف رضا في الدقيقه 30 بالامر اللقاء. والان حكمنا النهارده العتباني قدم مباراه تحكيميه جيده، محمد العتباني بيصفر بنهايه المباراه